عايز اتوقف عند نقطه مهمه جدا ملهاش علاقه لا بسياسه الدوله ولا بسياسه وزير التعليم ولا ب يعني القوانين، ولكن ليها علاقه بالانسانيه. ليها علاقه بالانسانيه. لسه دم طالبه المعهد الفني الصحي في الاسكندريه الطالبه ايمان لسه دمها ما بردش. انتوا عارفين القصه، افكر حضراتكم بيها. دي طالبه بتدرس في المعهد الفني الصحي هناك، وفي مشرفه في المعهد كانت مش عايزه استخدم فكره اهي ايمان اهي، مش عايزه استخدم فكره بتتنمر بيها، لانه يعني احنا بنستورد كلمه ويقول لك تنمر وبتاع ونقعد نعمل حملات التنمر وبتاع. لكن خلينا في الواقع المصري، مشرفه مزهقاها في عشتها، مضيقه عليها، بتسخر منها، بتضايقها، بتضطهدها. فكل شويه تقول لها انت شكل الولاد، انت مش عارف ايه، انت لون بشرتك مش عارف شكله عامل ازاي، لحد البنت ما انتحرت. وعايز اقول لحضراتكم انه في لحظه معينه انت ممكن تدفع انسان فعلا انه يتخلص من حياته عشان يتخلص من حاله الزهق والاضطهاد والاستبعاد والتمييز ضده دي، يخلص من حياته. فده اللي حصل لايمان. ويمكن اوري لحضراتكم مثلا امها، يعني امها والحاله اللي وصلت ليها امها. ورونا كده يا جماعه. في تاكسي راح قالت لي بنتك فاشله والمدرسين بيشتكوا منها هي وشله بنات، وسمت لي كده بنات كده، قالت لي جاكلين وروان وايمان محمود وسحر، ما عادش عارف تقول لي، وهاجر بي ما عادش تقول لي كلام كده. فانا قلت لها طب ليه يعني، ما هم عيالكم؟ قالت لي ده المدرسين بيشتكوا منها وده جروب فاشل. قلت لها معلش عشان خاطري المرة دي معلش، ولو عملت حاجة تاني ولا هو عمل حاجة تاني بقولي، وخلصت المشوار عشان شغلي وعشان أنا غلبانة ورحت مروحة. لقيت أبلس وهي اتصلت بيا وراحت قالت لي، بقول لها مين معايا؟ قالت لي أنا سوير. قلت لها سوير مين؟ قالت لي المشرفة بتاعت إيمان. قالت لي إيمان امتحانك بعتتني الورقة فاضية هي والشلة معاها بنفس اللفظ كده، و وانا ولو سقطت ان شاء الله هعملهم اسوأ معاملة. قلت لها وانا هوصل الموضوع ده لوزير الصحة، بس انا ما حطيتش في دماغي ودخلت شغلي ومقدم. حتى قال لي انت بتكلمي مين؟ قلت له كنت بكلم في التليفون. ورحت قلت لها ماشي. قالت لي هعملهم اسوأ معاملة لو سقط، وايمان بالذات، وهي بتشتم ايمان شتيمة وحشة وبتقول لها انت ميولك، انت ميولك انحرافي وانت سودة، ومنى بتقول لها انت سودة، وسوير بتقول لها انت شكلك عامل كده ليه، واللي تقول لها انت مش عارفة ايه، ويقعدوا يشتموها. بتقول لي ياما بيقلوا مني، وانا ياما مش انا قادمة. قلت لها انا قادمة. قالت لي طب المدرسين بيقلوا مني قدام صحابي، وصحابي عارفين وشاهدين. يعني لو المشرفة دي تعاملت بإنسانية فقط مع الطالبات اللي عندها، مكناش هنوصل لهذا المشهد المحزن جدا اللي الست بتتكلم. الست دي أم إيمان بتتكلم بحالة بذهول، بذهول. بس خلينا نلقط الكلام. يعني ماشي انه تقول لها لو سقطوا هعملهم معاملة كذا، لكن هي تقول للبنت انت ميولك انحرافيه، انت سودة، انت شقه كده ليه، شكلك عامل كده ليه، فتتبلور. خلي بالكم من الكلمه. انا بكلم هنا بقى كل الناس القائمين على العمليات التعليميه، المدرسين اللي هم مننا من الشعب، لا لها دعوه بالحكومه ولا دعوه بالسياسه ولا لها دعوه بالقوانين ولا دعوه بالبرلمان ولا دعوه بالوزير ولا دعوه باي حد. احنا مننا فينا مدرسين، مدرسه او مشرفه طالع. البنت بتقول لها بيقلوا مني. دي حاجة خطيرة جدا يا جماعة، انك تقل من حد، تهين حد، تخلي حد يشعر بانه صغير. ده ممكن في لحظة يتخلص من حياته زي ما حصل. ربنا يرحمها طبعا، يعني الناس هتدخل في جدل وانتحرت وما انتحرتش، بس ربنا يرحمها. كل ما نستطيعه ان احنا نطلب لإيمان الرحمة.